والله يا جدعان، والله العظيم يعني من كتر الواحد ما بيشوف حاجات غريبة بيفكر انه يستحمى بالعسير وياكل الشمبو. اقسم بالله يعني الواحد مسك جهاز عسير لقيها مكتوبة قال بنكهة الخور، بالنكهة مش بالخور، مع ان انا مشتري يعني مشتري جهاز شامبو مكتوب عليها بالخوخ الطبيعي، مكوناتها من الخوخ الطبيعي، ازاي يعني؟ يبقى انا كده اقلب الايه ولا ايه بالظبط؟ الواحد يقول جعان يجيبوا له طبق شامبو ويقوم يضرب له بالانس في برميل تانج مثلا ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف. لما تقلبوها انتوا عشان تمشي الدنيا يعني، خلوا العصير بالخوخ الطبيعي وخلوا الشامبو بالنكهه بس، او من غير نكهه يعني. الشامبو هي مش عايز ريم فوق راسي، اي حاجه، ده حتى صابون سائل ينفع، بريل ينفع يعني. حاولوا تتعدوا من الموضوع ده يا جدعان، والله العظيم الواحد تعب.